نشرت ماريتا نجلة المطرب اللبناني عاصي الحلاني مقطع فيديو جديد لجمهورها ومتابعيها خاص بحفلة خطوبتها على كميل آبي خليل مدير إنتاج أحد شركات الغناء وسط حضور العائلة والأصدقاء. وعلقت ماريتا قائلة: أحلى شيء فرحة أخوها وأبوها. وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها بالعديد من التعليقات وهنأوها على خطبتها بالعبارات الجميلة. وفي وقت سابق نشرت ماريتا الحلاني عبر انستغرام صور تجمعها بخطيبها كميل آبي خليل وهو يرتدي دبلة الخطوبة معلقة عليها بقول: نعم لحب حياتي. يشار إلى أن ماريتا يشار إلى أن ماريتا الحلاني ولدت في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1997 وبدأت مسيرتها الفنية في سن صغير. وتواجدت ماريتا في بطولة مسلسل نزيف وهو رابع تجربة لها.